أسأل عن تقصير الشعر من مقدمة الرأس وتسريحه إلى الخلف، أهو حلال أم حرام؟ وإذا كان هذا حرام أرجو إفادتي وتوجيهي إلى الطريق الصحيح، علما بأنني يا فضيلة الشيخ أقوم بتسريح الشعر إلى الخلف بدون تقصير. إن كان المقصود بالتقصير القص فهو لا يناسب، الأولى والأحسن إبقاء الشعر لأنه جمال المرأة، وأما القص فإنه ينقصه ويشوهه وفيه تشبه بغير المسلمات. وأما تسريح الشعر فلا بأس أن يصرح وأن يفرق مع الوسط ويعمل فيه ما هو الأصلح من غير تشبه بالكافرات. نعم.